زينكم؟ الله يطول عمرك. اي والله اني اقول انا صوت. خلنا ناخذ علومك تعال. زانت علومك. استرح يا ابو سعيد. لا بعمرك والله علوم الساعة. علومك اول ما طلعت تحت قطر. يا ولد لا تقول له خير ما بقينا ديره. تمشي وبسطه وناسه للجنوب على الشمال على قطر على الكويت على النعيرية ما بقينا هذه كلها كلها في الطلعة دي جدول لا تقول له خير. علوم قطر يوم رحتوا لها قطر يا طويل العمر والسلامة تدري اني ما توقعت ان قطر يا ولد انها بهالجمع يا ولد ابراج ودنيا وتطور وناس وعالم ما شاء الله عزيزم. بس عشان ظني هذا شو اسمه انا صدق مالي في الكورة اكون صادق معك كاساسي صح؟ اي كاساسي فروحنا هناك شجعنا مع المنتخب حقنا قاعدين نصايح نطام انا متاكد انك ما تدري حتى والله اني ما ادري ايوه بس اني شفت لك حلقه انت وعلي العمري انت وفيصل نيا التحدي اللي بينكم على الاسئله ولد اضركم انت بسيط في الكوره زهني وي من 2000 لا 2007 الا 2007 او 2008 والله العلي العظيم اني اقول يوم جاء التحدي اني اقول اكيد تركي منهزم لما عنده سالفه احس ان جوك حق قبل حق بران حق كشاف شوف البل صح اني اعرفه بس ما بعرف لا بس على الهيئه يعني انا وصفتك على الشكل فهمت؟ اي عشان يعني مشيت مع حسين واجد زمن ايوه من اللي راح معكم؟ رحت انا ومصعب قاعد مصعب اقسم بالله انه سايقها ما ارد انتم اللي جيتوا مهضومكم تكونوا من ظهر لين اخر لين تدري اني ما كنت ادري ان في هواء قاعد هناك انشت العام اللي برا قلت يا اخي في هواء قال لا ما في هواء فعود ارجع واقعد اتمشى في السيب اقول ايش السالفه ايش العلمي في تغير اخوي انا رقود وما به بث في رياضه ذا الحين فعود قلت يا ولد خلني اطلع تبتبدله بتمشى تبتبدله ايوه هي في رياضه ذا الحين رياضه مع الكابتن طارق لا ايه واحد صديقي معضل انا جايب تفاجر رايي بيجي عقب العصر رياضة وتمارين صديقنا لنا ايام انه ياسو بالله عليكم ايه باقي بكره بعده خلاص اقدر اتلاقط معه ولا لا؟ ها؟ ما حد يمزح معه كنا جربت بس ما بغيت نويت عض هذا اكبر من قصدي ما تدري ترى الصمله في القلب واني اقولها والله انا اذا شفت شكله ما انا بصامل والله واني اعرف لك واحد في بودي ماستر انه ورع صغير ورب الكعبه انه مصفق المعضل ذا اي والله اني اقول انا صادق معضل وكذا وهيبه بس انها يعني خواف اخي تخيل معضل يصفقوني والله العظيم ايش الفايده؟ تحس انه يعني اهانه في حقك والله العظيم مع ذلك يعني قوه القلب والله خلك مسال خلك مسال يعني لا ذي ولا ذيك انا دخلت حديد دخلت حديد؟ اي والله كان انا كان قايتن كذا يعني لا هيبي يا ابو سؤال هيبي ويني؟ بعلمك هذه السالفة كان مستوية شفت؟ يوم قلت اسير جت هنا والله اني صادق دقيقة الكورة كورة ايه جت يسار والله العظيم يوم تمرن اي يوم تمرن قام الناس تعضل وتجي كذا انا جت كذا تحت ما ادري الكورة جت تحت شو السالفة؟ هملت الحديد عودت والله نتكلم صدق لا اذا تمرنت تدري بين تغدي تطلع فوق لا ما طلعت فوق انا رحت يسار اجل لا تمر والله العظيم لا والله انا رحت يسار والله لا تمر مره ايوه اقوم عبود من قطر اي والله ما اقول لك ما بقينا ندير يا ولد العالم والجمهور برا والناس والوناس عرفوكم عرفونا الناس والله العظيم اني في المدرج اقسم بالله ان في ثلاثة ولا أربعة قدامي انهم يصوروني واللي من ورا يصورني واللي اقسم بالله اي والله اني اقول صادق دخلت المدرج يو شعور الصدف اللي لقيت عبد الله الشهراني عرفته عبد الله الشهراني اللي كان في نسخة سعد الشهري وبهاج الكلبي سلامت تلقاني اعرفها بس انا تعرفها عبد الله الشهراني واجد يا ولد لا عبد الله الشهراني اللي في بيشه واجد طويل في ذاك اللي جانا هنا ما في الا واحد مشارك يعني في نسخه سكريبت في اثنين
سكريبتني سعد الشهري. سعد الشهري مع واحد اسمه عبد الله الشهري. ايه ايه عرفته. ايوه ايه. قابلته هناك يا طويل العمر السلام الى هينادين. دخلت اول ما دخلت المدرج اناظر في الناس اناظر الملعب يهود مستغرب اول مره ترى احضر مباراه. فانتظر متى المعلق ذا يتكلم. والله العظيم اني انتظر قلت ايش العلم وين المعلق ذا ما في صوت ما في كلام اللي وجع وزع وين الحركات ذي. قلت يا ولد يا ولد عودة دكوي قلت وين المعلق اضحك قال هو انت صادق بس ما لها طراها لا تجيبك انت في التلفزيون. لا انا قلت ان في معلق يعني صدق بما نحن نتابع في التلفزيون في معلق جوا. لا جاهد تنتظر عاده. اي والله قلت والله يا ولد اقسم بالله من جلوط ما اعرف شيء بس يا ولد والله متعودت من قطع. كم جلست قطع؟ جلسنا 7 ايام. ولا عليك من اللي معك؟ انا ومصعب بس مصعب الله يرحمه وجينا طال عمر السلام. المصعب يعرف له ناس انه ايش اسمها من هالقطر شعاع ليه ولهم قد حصل بينهم مجاراه ما ادري عام كم. هو مصعب قصيد رديه بينهم. المهم يدق علينا ذا الرجال سلام سلم الله كيف الحال طيبين تعالوني في مكان فلان نبى نتقهوى ومن هنا ابغى نواجهك يا مصعب نطير منك. قام معي رفيقي قال الله يحييك انت رفيق. المهم نجيهم تقهون اي من الله خير في كيف ان احنا يا ولد فخم. فقوم انا بحاسب قال حساب قد انت. قلت الله يكثر خيركم. عموما وانا ارجع انا موتري انت ترى ديزل دازل ايه دازل دازل. عموما يا طويل العمر السلام ونرجع انا ومصعب واحنا ماشيين احنا وياهم ونتسولف ونتطار في التمشيه وكذا. قلت يا شباب صلوا على محمد اركبوا معي في موتري انت ترى ديزل تعبيها ب 50 ريال وما تبقي ديره في قطر امشي. قال يا رجال ايش اللي انت ترى ديزل اركب راسك السال يشير لي على الموتر اللي هنا في كسار 24 ما شاء الله تبارك الله. قلت يا اخي يعني انا المقصد انه توفير ترى ايش رايك نوفر ونروح في اللندن ترى. قال يا رجال اركب اركب معك جل همك. قلت يلا توكلنا اركب معهم تمشي شويه للرجال اللي جنبي انا ورفيق مصعب مصعب والرجال اللي قدام. عموما الى الرجال قال والله ما عني وعنك ذا الليل يا مصعب عود انا وردك مش الردية قلت فيه مضاربة ايش فيه يا ولد انا مرحب ايه انا قلت فيه يعني شيء. قال لا والله قال مصعب ابدا ابدا يبدا بيتين ويرد عليه يلا جلدونا في اول بيت انا يعني حسيت في دقني بالبيت الاول قلت يا اخوان يعني طلعونا من المشكله خلوا يتصابوا بينكم بين ما لنا شغل فيكم انا والرجال ما لنا شغل فيكم. سر يا ليل سر يا ليل سر يا ليل لا ما قلت على الله عودت تصرفت قلت ترى احنا مشغولين وعادنا يعني بنرقد ورانا خط وسفر والله يستر علينا وعليهم اقسم بالله القصيد القصيد يعني ترى حلو في حله واذا تعدى الوقت المحدود تحس انه يسمع صح تعدى قصدك ساعة كاملة ايه لا تكثر منه ايه لا تكثر يا ايه الله الله ها شريته من قطر اي والله انت مصعب سرينا وجيناك يا طويل العمر السلامة ورحنا لآل مرة عند حمد الرأش ونعم ابو حمد عليك سوت يا ولد الى الاستقبال الطيب الجناب الطيب والترحيب و... يا ولد ما شاء الله تبارك الله والى التمشيات ما بقينا ديره حياه حياه يا ولد النعيريه ذي اقسم بالله انها ديارنا تراها يعني جبال ومزارع وكذا هم ديارهم يا ولد مسس على مد النظر. يا ولد حياه ما شاء الله تبارك الله زرع حياه بسطه وناس وعودت وشريته لا رحنا وقعدنا عنده في الخبر لا ما هو في الخبر النعيريه النعيريه حول الدم ايه الله الله ما هو يعني تبعد منها 200 كيلو يعني من الرياض ولا كذا؟ لا لا كذا ورا كيف؟ ورا الدمام لا ما هي بيم الرياض ورا الدمام بينها بين البحرين لا 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 بينها بين البحر بينها بين البحرين بحر والله الله والله اني داري اذا قال لي مو بصفر 70 تحت اي والله ايه عطنا قصيد واحد السعد حيا حيا
نايد رصيد ان يوم ولد يوم خذيت جوال امس زلم والقى ابيات مرسلها لي واحد بس ما ادري ايش قصده هي ولد فيها بعدين هو يمدحني ويزبني ولا ذائقه شعريه روح حسن يقول عيب علينا انجازي الشيء بالشيء حنا رجال ولا نحب الرديه ايه نصد ما كنا عن الشيء داري تكرم الحانة عن علوم الردية أيه. أما نسوق الطيب سوق البعارين وأرواحنا للطيب دايمة جرية ولا نشوم من الوطاء للرديين وما للرداب أرواحنا قابلية أيه يا سلام والله العظيم إنها قوية الأبيات دي اسمعني إيش قصدها يا مدحة أسلم عندك شيء يقول عسى خير يا واحد من ربوعي الغالي يمكن تعرفها أيه. عرفتها يقول عسى خير يا واحد من ربوعي الغالي على الصدة اللي ما عرفنا سبايبها جفي الرفيقة شد من طعنة السكين إذا مكنونها بين السراجيف مضربها لكن الزمن غير معالم صلاح الدين ونزل زعامات الدول من مناصبها وأنا بختصر معناي كلها على بيتين ما يحتاج أشرق في المعاني وأغربها وإذا عضتك بقعة وجور الزمان الشين وحمول الجمال الصفر حزت غواربها تنشد وإذا قالوا لك إني من الحيين تراني على هقوتك اللي هقيتبها وترى محزمك فيما مضى محزمك ذا الحين ولا خير في قوم تغير مذاهبها وإذا قدك طيب ومتعافي ووضعك زين عسى السيد يسقي ديار الربيت يا السارة يا السارة نشوف طبع الشعر سلم أنا أقدم محافل تقدم؟ إيه أول كان أقدم محافل ما نابل إيه إيه يا أخوي أنا أقدم شفت ما اسمع الشعر انتظر الشعر يعني يخلص عشان احط الشعر اللي عقبه ولا اللي ايش بقول في الورقه بعض الشعر يا ودي يجذبني والله بعضهم اقدم الحين الشعر الاول الثاني بعضهم يجذبني في شاعر اذكر يامي جانا في الواد وانا اقدم حفل عند الجماعه الشعر واجد انا ما الحفل يجيك شعار فوق خمسه تحسين تخيل هو وأني الرابع والله إني هو الرابع ولا الثالث يا ولد أنا ما عين شاء أنتظر بس متى يخلص أجهز اللي عقبه فهمت جهز اللي عقبه جهز الكلام جهز خبرك اللقاء اللي بتقول اللي بقوله عن ما نبي من الشعر ها جذبني اليوم إذا يوبط الله يا ولد يا صوت تبارك الله يا القاء قصيد مش قال وانا من سلاي اليوم من اللي راح فيها يا ولد من البيت الاول لين الاخير وانا والله منتبه معه مركز حتى المقدمه نسيت يا سلام قوه تلقائه يا ولد من قوه ترى بعض القصيد ضيعت قصيد يا احمد زين حتى لو انه بيته وبيتي بس ترى المعنى يكون فيها قوي وبعضها والله العظيم انه لو يسرد لك 100 بيت انك ما ودك انك تسمع له لكن في بعض اللي حشوها قصدك لا يا ولد في زمننا ذا ما عاد احد يعطي اكثر من 20 بيت خير الكلام ما قل ودل. يا سلام لكن الكثر والله العظيم ان بعض القصيد ذا كثر يا اخي بعض بكره طلعين محور لي في بعض الشعر ما تشبع منها ولا من قصيدها عز الله انك صدق بعض الشعار لا لكن انا والله احب اسمع سفر سفر تدري احنا حاضرين لها قبل يومين وين حاضره عند متى تفايب جاء مسوي حفل ربعه مسوي له حفل ودنيا الله يوفقها محاوره مصلح بن عياد وسفر وما ادري من ومن عشاء وليل غايب من شيطان في اليخت في اليخت اقسم بالله نحن استانس والله كلمته قلت ما يده بس الحمد لله انه كان نبيه يحط حفله السبت الجاي قلته لا السبت الجاي طويل العمر حافلنا عنا يا زيد رصيدك لحد ما يبي كل اللي بيروح لحاله كل الاثنين رمضان بس حتى ولو بعد رمضان ما مثل النسخه الى منها اجتمعت كله فهمت هو حفل الله تكريم الله من ربعه ومن اخوانه ومن جماعته اي بس يمكن شو اسمه يمكن اقبل يتكلم بساعه
لبيت يا لبي يا رمضان صدق صدق رمضان يا ولد. حلو رمضان مكة جو غير رمضان في مكة. ها رمضان مكة طايف. أنا كل رمضان أزور مكة والطايف مستحيل. تدري ما قد رحت في رمضان مكة كيف الشعور في دمتك؟ اي والله ما تقول عود بالله والله والله لا يا اخي مع شيباني مع اهلي لا لا بالدنيا اقعد معاهم اعاونهم اساعدهم ولو في فرصه بروح بس كيف يعني الشعور هالعظيم يا رب. شوف مكه زانه في وقت رمضان ولا غير رمضان لكن رمضان ليه انا اخصص رمضان خص في العشر الاواخر ابيها اكون صادف عمره ليله قدر اي اخر عشر اي ابيها تصادف اكون ادعي ربي ان الله يصادفني ليله القدر فهمت. تدري في ناس يعتكفون اخر عشر ايام في مكه واجد ليله العيد ليله انا متوعد انا رفيزي شرواك شرواك عفان 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 الله نعم هذه هي تعال من الكويت تعالني الوادي مره تعالني الكويت تعالني الكويت تعالني من الكويت ايه انا اسمي لكم تعال الوادي كنت شداكم انت ونروح ان شاء الله مكة, مكة. والطائف والديار بك يا سلام احب اروح سياره طيار ما ادري ما مثل الخط ترى والله قهوه وشاهي خاصة مع شخص ما تمله السوالف شروات يا شروات الطيب وشروات بسفيد الله يستاهل يستاهل الطيب احتمال اخويكم مرحبا مليون.